صلوا على رسول الله. من المصنع مباشرة، مصنع ملينا للعطور، أقوى تصفية لأول مرة يسوونها لغاية 18/5، الأكثر مبيعا في المحل. هذه العطور من 20 و30 و40 و50، أي عطر تشتريه بخمس دراهم و99 فلس بس، والحق ما تلحق. ركز معاي، على كل 100 درهم تاخذ لك دهن عود مجانا، ودهن العود كل 4 حبات ب50 درهم، دهن عود طيب يا جماعة. والأطيب عندنا بوكس 3 أنواع عطور من أفخم أنواع العطور، هذا البوكس كان 150، اليوم تاخذ بكم؟ ب59 درهم. ومسك الرمان هذا مجانا عليه، والحق ما تلحق. هذا السبراي للجسم وللشعر 4 أنواع منهم، ال 12 حب الدرزن حق عروض ابو خليفه تاخذهم ب 100 درهم، تخيل تبغي الحبه ب 12 درهم، واذا اخذت كرتون دهن العود هذا مجانا لك. شوف التغليف امواج، هذا ميد ان فرنس مكتوب عليه، هذا سعره 150 درهم، اليوم كم؟ ب 49. عندنا ظفار 150 كان ب 49، عندنا جنة الفردوس 20 زيت فيه ب 59 كان 150، ديكوستا ايضا فرنسي ب 39 اليوم، الحق ما تلحق عليه. شيء عود 100 ملي ريحته ممتاز جدا، يبيعونه 50 وفوق برا. شوف السعر هني كم، عطر شيء عود ب 25، تشتري 3 حبات ب 50 درهم والتوصيل متوفر. عندنا المسك هذا النوعين بدرهم واحد، هذا المسك الخفيف. عندنا المسك الثقيل مسوين خصم بنص السعر، هذا ب5، والنص تولة ب10، كانت ب30 تولة كاملة، اليوم تاخذها كم؟ ب15. هذا الثقيل للعلم، نوعية فاخرة جدا. العروض الممتازة على البخور الممتاز، هذا شيء عود، وعندنا خصوصي، وعندنا الراقية، كل 3 حبات ب50. شو تحصل معاهم؟ حبتين مسك، وتحصل علبة البان معطر، معطر الفراش، مزاج الفخامة ونكهة الفخامة، وكبالي، كبالي خطير جدا، ومسوين عليه عرض خطير. الحبة كم؟ 5 دراهم بس، من 180 درهم. شوف العلبة ما شاء الله تنفع تقدم كهدية، دهن عود نوعية فاخرة جدا، واليوم كم؟ ب49 لغاية 18/5، بدون كحول. هذا مسك، عندنا مسك الرمان، وعندنا مسك فانيليا، ومسك التوت، ريحته ممتازة جدا، الحبة ب10، تاخذ 6 حبات ب50 درهم بس. للعلم العطور مسألة ذوق، ممكن اللي يعجبني أنا ما يعجبك أنت، بس هني عندهم مجموعة عطورات خطيرة جدا، لازم تزور المكان عشان تختار العطر اللي يناسبك واللي تحبه. ميدن كولومبيا، عندنا نيويورك، وعندنا سامبا نايت، هذا سعره هني عندنا ب39 درهم، ونيويورك 59 او 58 درهم عشان خاطر متابعيني 58. البان معطر، شوف الدخون كيف، البان معطر عندنا عرض ممتاز جدا، كل 6 حبات ب25 درهم اليوم بس. كل العروض اللي شفتوها في السفير هايبر ماركت في عجمان في منطقة الجرف 1 مقابل جسر الروضة، والحق ما تلحق لغاية 18/5.